أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد مرسوما بتعيين الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الصباح. وأدى وزراء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام أمير الكويت، حيث تم تعيين الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع. كما أسندت وزارة الداخلية إلى أنس خالد ناصر الصالح الذي تم تعيينه أيضا نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، في حين تولى الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح حقيبة الخارجية، وعين خالد علي الفاضل وزيرا للنفط والكهرباء والمياه. وشهدت الحكومة الجديدة تعيين ثلاث وزيرات في كل من وزارة المالية والشؤون الاجتماعية والأشغال والإسكان. من الكويت ينضم إلينا مراسل العربية عادل عيدان. عادل، مرحبا بك. ما الأصداء في الكويت بعد تشكيل هذه الوزارة؟ ما أبرز ما يميزها أيضا؟ نعم خالد، يعني نحن نتحدث اليوم عن الوزارة 15 منذ العام 2006 وحتى الآن، وهو يعني العام الذي تولى فيه أمير الكويت سدة الحكم بمعدل وزارة كل سنة تقريبا. هذه الوزارة جاءت اليوم بدخول 7 وجوه جديدة إلى الحكومة، وهي نسبة تعتبر عالية نوعا ما من التغيير الحكومي. وبالتالي كما ذكرت في مقدمة الخبر، 3 نساء، 2 منهم لأول مرة، أسندت لهما حقيبة وزارة الأشغال وهي للدكتورة رنا الفارس، وكذلك الدكتورة غدير أسيري، وأسندت لها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالإضافة إلى وجود العقيل وهي وزارة المالية، ولكن أسندت لها حقيبة وزارة المالية حقيبة جديدة لها. اليوم نتحدث عن أن أسرة الحكم لأول مرة يعني لم يكون هناك رئيس أو وزير للداخلية من خارج الأسرة، وهو أنس الصالح، بالإضافة إلى مهامه أو حقيبته السابقة وهي وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء. دخول 3 وزراء جدد من الجيل الثالث، وهم كما ذكرت وزير الدفاع ووزير الخارجية، وأيضا استمرار وزير الصحة بمنصبه، وهما من الجيل الثالث في أسرة الحكم. اليوم نحن نتحدث أيضا عن ما ذكره وزير أو رئيس الوزراء أمام الأمير من أن هذا الفريق سيعمل بروح الفريق الواحدة، أي التضامن الحكومي الذي تحدثنا عنه سابقا، وكنا نقول بأنه السبب الرئيس في استقالة الحكومة السابقة. سمو أمير الكويت وجه بالعمل على تلمس مشاكل المواطنين وحلها، وكذلك على وجود التضامن الحكومي وتذليل الصعاب، وأيضا تسهيل الإجراءات وتبسيط الإجراءات على المواطنين نحو الدفع بعجلة التنمية التي على مدى السنوات الأخيرة اشتكى المواطنون من أنها قد تكون معطلة أو تسير ببطء شديد. خالد، لربما الأهم عادل الآن بعد هذه التشكيلة هي الملفات التي يمكن أن تواجهها الحكومة الجديدة. يعني أبرز ما جاء ربما في ردود الأفعال بعد هذه التشكيلة الوزارية أن هناك أزمة نيابية مرتقبة ربما في محاولة لاستجواب رئيس وزراء الحكومة الجديدة، هذا حسب أحد المواقع، تبعا لتغريدة كانت لإحدى الوزيرات الجدد يعني في التشكيلة الوزارية الجديدة. هل يمكن لهذه القضية أن تلقي بثقلها في القادم من الأيام؟ نعم، اللافت خالد أن يعني بعض الوزراء أغلقوا حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لربما تطفو على السطح مواقف كانت متخذة سابقا لبعض الوزراء قد تطرح، ولكن اليوم في الكويت يتحدث الشارع من أن عمر هذه الحكومة دستوريا عمرها عام واحد، أي في شهر نوفمبر القادم من السنة القادمة أو على الأكثر ديسمبر سينتهي عمل البرلمان ويجب أن تستقيل. لكن بالنظر إلى العطل، سواء عطل الأعياد الوطنية في فبراير القادم أو حتى عطلة البرلمان، سيكون عمر الحكومة ما بين 5 إلى 6 أشهر فقط، وهي التحدي الأكبر في كيفية التعامل مع البرلمان الذي سيكون في آخر أيامه، وبالتالي
وبالتالي ستزيد نسبة وفق الشارع الكويتي نسبة التكسب الانتخابي، أي القضايا الشعبوية، أي الاستجوابات التي تهدف إلى دغدغة مشاعر الناخبين. هو ما سيدفع بعض أعضاء مجلس الأمة إلى التلويح بالاستجواب، قد يصل إلى رئيس الوزراء كما ذكرت. أنها ليست سابقة جديدة أن يستجوب رئيس الوزراء، ولكن هذا ثالث رئيس وزراء في الكويت منذ العام 2006. أحدهما استقال تحت ضغط الشارع، الآخر يعني بعد خلاف حكومي وتقديم بلاغ، وهو صندوق الجيش الذي تعهد أمير الكويت بأن يكون متابعا شخصيا له، وأوصى الوزراء اليوم في كلمته بأن يطبقوا القانون ويحافظوا على المال العام. وكان هناك يعني أول دعوة لرئيس الوزراء الجديد للمواطنين من أن من لديه إثباتات وشبهات يجب أن يتقدم بها إلى لجنة النزاهة. شكرا جزيلا لك من الكويت مراسل العربية عادل عيدان.